الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. واحد من الأولياء الموجودين اليوم وآخر متضرر في الحكاية هذه. عندي قضية جارية في المحكمة بالشخص هذايا بالمعلم هذا اللي سبق قبل وعنا في تلامذة اللي تتشكى منه الأولياء اللي شفتوهم اليوم الكل. صارت الغريبة الأخرانية غريبة ما تتصدقش. خرجت قبل السيد وكيل الجمهورية، مشيت السيد مندوب الطفولة، قدمت الشكاية متاعي وإن شاء الله القضاء ياخذ مجراه وننصفوا الطفل وننصفوا المدرسة الكل. اليوم العباد تلمت نظرا للغيرة اللي على المنطقة، الناس الكل متكاتفة، ما يجيش واحد يخلي ولده يقرأ عند شخص يتعامل ويتصرف بالطريقة هذه من سب الجلالة من كلام زايد. وصلنا اليوم نحكي على حكاية تحرش، راهو مش معقول من مربي. ويني وزارة التربية والتعليم؟ لبقت للتربية، لبقت تعليم. أنا ولدي صارت له مشكلة قبل اللي يتوقف فيها راجلي، شد عنفه لهنا واثنين ويجيه وراه وشهدوا عليه الصغار، ما جيتوش وما كلمتوش. ولأنه هو يقري في التحذيري، جيت المعلم متاع سنة سياسي يقري لي في ولدي، قلت له يا سي المنصف المعلم هذا يقول في الكلام الزايد، راه ما يخرجش عليه، راه يربي في أجيال. مش قال لي باري روحي وش عندك فيه ونحكي معي هنا. كانت المشكلة كأن الحكاية ما صارتش وتأم، ولا كلمت ولا دورت به. نهار ولدي يدخل ماضي ساعة بعثته فر بالدار، كان كيجاني ولدي يجري ويبكي، شبيك شبيك؟ قال لي روسي مشدنا وراه يحرد فينا ونعمل ونقد لكم وراه صغار الكل. ورا مجو يجي ثلاثة أولياء انهارتها هاي. قلت له تو نرجع انا وياك نمشيو للمدرسة خلينا نشوف. انا ولدي بعثاته انه في المدرسة مطمئنة عليه انه يقرا، ثلاثة كيلومتر يروح لي وحده، ماضي ساعة يجري لي. ني صارت له حاجة في الكيس، انا ندري عليه ونقول هانو في المدرسة مطمئنة عليه في المدرسة، لكن هو مشو في المدرسة. ني هزيت ولدي ليلتها في حالة، ما خذيتش الشهادة الطبية من سبيطار، خذيتها من السبيطار راهي ماشي من عند طبيب. قال لي تهزوها هذه المندوب نتاع الطفولة، تصرفوا انتكم وياه، تحكوا ذايا مش معلمة ذايا. المعلم الذي يمشي بتاع معلمي، نحن طالبين بالمعلمة ذايا ينخذوا حق صغارنا ويخرج من المدرسة هذه ما عادش نحبوه، وانه نورمالمون تحذيري تجي معلمة. إذا فينا وقلنا في كلمة زيادة حارد فينا في كعيس صغار كيشوشوا في القسم يعضوا يجيهم هو يعض حارد فيهم بالعصا ويضرب فيه ضربني ني وثم جماعة أخرين. وضعية أخويا وضعية كارثية بالنسبة لمدرستنا لهنا. المعلمين متاع التحذيري ما يجوش معلمين متاع تحذيري. علاش معلم متاع تحذيري تجي أمها صغيرة تجي نمشي 8 كيلومتر باش تجيبها لهنا توصلها لماذا تدخل تسأل عليها يقولها لا أخرج عليه؟ إيش معناه؟ اخويا انا خرجت وسطها امها لهنا القسم، خرجت امها خرجت في جرتها نعرف عليها انا بنتي جاي تقرا ولا مش جاي تقرا. بالرسمي معلمين لا اراك الله مكروه. كيش لاش كنت تشكي تسال مدير تجيب واحد ما يجاوبك حتى واحد، الناس كنت تغطي على بعضها وما يجاوبك حتى واحد. بالنسبه لمدرستنا لهنا راهو ستار برت المدرسه، نوع داخل المدرسه راهو دولي بوخر. هو مرحبا بكم للتوضيح في اطار التفاعل. في الحال الاشكال أول خبر وصلنا في حينها يوم الخميس، يوم الجمعة صباحا كنت وفدت مدير مساعد للتعليم الابتدائي عمل التحقيق به في بعض معناها المواضيع من بينها مسألة العنف وكذلك حتى مسألة الشبهة اللي تحدثوا عليها بعض الأولياء. ربما احنا بالنسبة لنا فما تحقيقات. التحقيق الأولي صار نهار جمعة في العطلة قبل العيد، يعني صار بعد عطلة العيد. من ناحية قانونية كذلك اليوم مباشرة بعد العيد كنا أوفدنا الأخصائية النفسية باش عند عمل تقوم به للوقوف على حقيقة الأمور. فما تنسيق مع سيد مندوب حماية الطفول، فما كلام، فما حديث على الموضوع هذا. بقى كما يقولوا في القانون نحن في دولة القانون، والمتهم بريء إلى أن تثبت الإدانة. نحترم ربما ونتفهم رأي الأولياء أو الاحتجاج، هذا نحن في مفترض في دولة ديمقراطية، ولكن مع ذلك فما هيكل. احنا انطلقنا بالوقت ما وخرناش بكل، لأن موضوع حارق، موضوع قد يسبب إشكال كبير. الوقوف على الحقيقة إن شاء الله يكون معناها خلال أيام بعد القيام بعملية التثبت، وبالتأكيد لا أحد فوق القانون. إن كان المعلم بريء فسننصفه، وإن كان مخطئا فسيتحمل المسؤولية بموجب القانون. هذا ما فيش لا شك ولا اختلاف. أدعو من هذا المنبر كل الأخيان إلى التريث، لأن كلمة المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته ليس كلمة هينة،
ماهيش معناها تبرئة المخطئ، ولكن تدعونا فيها في مضمونها هو التريث بعض الشيء لاستكمال التحقيقات والإثباتات والأدلة، لأن في بعض الحالات ربما أو في عديد الحالات اللي ربما تكون صورة عكس ما كما في بعض الحالات الأخرى تنجم تتأكد ربما. هذا بين هذا وذاك فما موضوعية لابد من التحلي بها، فما إجراءات قانونية، فما متهم أو إنسان ربما يتم اتهامه ينجم يكون مذنب ينجم يكون بريء. مندوبية تم استماعه مباشرة على عين المكان من طرف المدير المساعد، لأن يعني المدير المساعد هو بحث قانوني يعمل فيه، نعطيه تكليف وفي العادة نعطيه تكليف قانوني بإجراء بحث في المدرسة، وهذا اللي صار هو نسموه التحقيق الأولي، التحقيق على عين المكان الأولي. كيف كيف فيما يتعلق بالأطفال الصغار من ناحية قانونية الاستماع ليهم زاد مش أي كان نجم استماع، أنا مخول للأخصائية النفسانية باش تسمع باش تأمن ظروف الراحة للتلميذ للتعبير وللبوح بالحقيقة. كيف كيف فما هيك الأخرى مخولة قانونا لسيما مندوب حماية الطفولة اللي هو نشتركوا مع بعضنا في العمل هذه، وربي ظاهر الحق وذاك هو، احنا لا نبش نجنوا على حد ولا نبش نجاملوا بأي كان. من ناحية مبدئية احنا الحاجات هذه ما نقبلوهاش في الوسط المدرسي طبعا بين ظفرين الى ان يثبت ما خلاف ذلك. الوسط المدرسي نقي، الوسط المدرسي بريء، الوسط المدرسي فيه الاف العلاقات بل ملايين العلاقات والاف الاشخاص وتقاليد كبيره ياسر. بطبيعه الحال يلزمنا نثبتوا هي الوضعيه في كل الحالات. الحاجات هذه من ناحية مبدئية ما نقبلوهاش، حتى في الواقع ما نقبلوهاش، حنا في التربية تبقى ما نظلموش زاد العباد وما نجملوش، والقانون هو الفيصل بيننا. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.